بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة هند صلاح، معيدة بقسم تمريض الباطن والجراحي، فيرست يير فيرست ترم، سنة 2021. إن شاء الله النهاردة نشرح محاضرة الفيتال ساينز. الأول عندي الفيتال ساينز معناها العلامات الحيوية اللي هناخده فيها الجزء الخاص بالفيتال ساينز. definition of the vital signs، تعريفها. ingredients of the vital signs، تشمل ايه او including ايه. هو انت وتيك الفيتال ساينز، امتى انا بقيسها. definition of the vital signs، تعريف العلامات الحيوية. vital signs are measurements of the body's most basic functions، دي قياسات للوظائف الأساسية للجسم. مش قياسات معناها ان انا بجيب سنتيمتر او متر وبقيس بيه، لا، انا دلوقتي بقيم، معناها تقييم للوظيفة الأساسية للجسم. which are important indicator of its response to physical, environmental and psychological stressors، دي بتكون مهمة جدا لانها بتحدد لي الريسبونس بتاع الشخص اللي عندي دوت للفيزيكال والانفيرومنتال والسايكولوجيكال ستريسورز المحيطه بيه. يعني مثلا لو في شخص في جو مثلا شتاء وهو يكون لابس بنص كم، فبنلاقيه هو بيرتعش. طبعا لما بنقيس له درجه الحراره بنلاقيها قليله جدا، ده معنى ذلك ان بيحدد لي الريسبونس بتاعه مين للانفيرومنتال ستريسورز. عندي ال vital signs including اللي هي ال ingredients بتاعتها، التقسيمات بتاعتها. ال body temperature، درجة حرارة الجسم. respiration rate، معدل التنفس. وال pulse rate، معدل النبض. وال blood pressure اللي هو ضغط الدم. هو انتو take ال vital signs، امتى انا بقيس ال vital signs ديت؟ on ال client's admission، ال client ده اللي هو المريض او النزيل. admission، عند الدخول. according to the physician order or the hospital policy، يعني لما الدكتور بيديني order ان انا لازم اقيسها، وعلى حسب سياسة مين؟ المستشفى. when assessing the client during the home health visits، طبعا عندي في حاجات اسمها زيارات منزلية، فدي بتبقى للناس المسنين، وفي للناس التانية برضو، ايه، مش شرط مسنين، ناس عاملين عمليات جراحية ولهم متابعة في المنزل. فده وانا رايحة بقيمهم بقيس لهم الفيتال ساينز دي عشان اعرف مين الموست بودي موست بيزك فانكشن. before وافتر السيرجيكال اول انفيزيف دياجنوستيك بروسيجرز، اي عملية جراحية هعملها طبعا، اي بروسيجر بيحصل فيه اختراق للجسم لازم نقيس العلامات الحيوية قبله وبعده. before and after the administration of therapies that affect the cardiovascular, respiratory and temperature control function، قبل وبعد اي ادويه انا ممكن اديها وتاثر لي على الجهاز الدوري، ممكن تاثر لي على التنفس، وممكن تاثر لي على الحراره. when the client's general physical condition changes، لما يكون الكلاينت الفيزيكال كونديشن، الحاله العامه له اتغيرت، حصل مثلا loss of consciousness، فقد الوعي او في بين، فبنقيس الفيتال ساينز نشوف ايه التغيير فيها. اول حاجه نشرحها عندنا في الفيتال ساينز اسمها البودي تمبريتشر، اللي هي درجه حراره الجسم. في البودي تمبريتشر هنعرف ايه الديفينيشن بتاعها والفاكتورز افكتنج البودي تمبريتشر، العامل اللي ممكن تاثر على الحراره، ممكن تخليها اعلى من معدلها الطبيعي او منخفض عن المعدل الطبيعي. التايب اوف الثرمومتر، انواع الترمومتر اللي عندي اللي انا ممكن اقيس بيها درجه الحراره. السايتس اوف ميجرنج البوت تمبريتشر، ايه الاماكن اللي انا ممكن اقيس فيها برضو درجه الحراره. التايم اوف بليسمنت اوف الثرمومتر، الاماكن اللي انا بحط فيها الثرمومتر عندي دي عشان اقيس درجه الحراره. بريكوشنز فور ميجرنج البوت تمبريتشر، الاحتياطات بتاعتي اللي لازم اتبعها قبل ما اقيس درجه الحراره. عندي دلوقتي definition of the body temperature، is the degree of the heat maintained by the body or it is the balance between the heat production and the heat loss. بنشوف درجة الحرارة اللي الجسم محتفظ بيها، او بنشوف عندي في heat production، الحرارة اللي الجسم بينتجها، و heat loss. heat loss عن طريق مين؟ عن طريق ال sweating، عن طريق ال respiration،
عن طريق العرق او عن طريق البخار اللي بيطلع مع التنفس. ده هيت لوس. بنشوف البالانس ما بين الاتنين، التوازن. النورمال بود تمبريتشر في الادلت عندي في الناس البالغين بتكون من كام؟ 36.4 degrees celsius ل 37.2 degrees celsius. بعد كده عندي الفاكتور افكتنج البود تمبريتشر، ايه العوامل اللي ممكن تأثر على درجة الحرارة عندي؟ الجندر اللي هو مين؟ النوع. طبعا درجة الحرارة بتختلف منين؟ من ست لراجل، تمام. الريسنت اكتيفيتي، الاكتيفيتي اللي انا لسه عاملاها، يعني دلوقتي مثلا انا اكون ايه، بجري وجريت كتير جدا وعرقانة زي حد قاعد، هيقيس الحرارة بين الشخص اللي بيجري دوت والشخص اللي هو قاعد ما عملش اي مجهود، فنلاقي الشخص اللي كان بيجري ده حرارته ايه، يعني مختلفة عنها لسبب ان هو عمال يفقد السويتنج كل شوية. الفود اند الفلود كونسامشن، على حسب مين؟ الفود والفلود اللي انا ايه باخده، ممكن يكون الفود والفلود ده ساخن جدا، تمام، فقيس درجة الحرارة الاقيها مختلفة، ممكن يكون ساقع جدا. التايم اوف داي، اوقات اليوم، يعني مثلا في الشتاء بنلاقي مثلا الصبح بدري واخر الليل الجو ساقع جدا وكلنا بردانين، وساعة الظهر كده بنلاقي الجو دافى شوية، فنلاقي اختلاف فين في درجة الحرارة شوية. ان الوومن اللي ستيج اوف المنسترول سايكل، بتختلف عند الوومن، مثلا في الستيج في المنسترول سايكل دي بتكون زيادة نص درجة عن المعدل الطبيعي. زي ما قلنا ايه، الجندر بيختلفوا ليه في النقطة دي من انواع الاختلاف ما بينهم الاتنين. التايبس اوف الثرمومتر، ماشي، انواع الترمومتر اللي عندي اللي انا اقيس بيه درجه الحراره. عندي اورال ثرمومتر، تمام، بيكون فيه جزء ورا ده اسمه البلب. البلب ده اللي هو مستودع الزئبق، ده ترمومتر زئبقي مش ديجيتال، ده اللي هو الزجاجي او الزئبقي. والجزء اللي فوق ده بيكون جلاس زجاجي، وبعدين في شرط كده وقصادها ارقام، والزئبق بيبقى عبارة عن لاين ماشي بينهم الاتنين، ومن خلال عمود الزئبق دوت انا بشوف التمبريتشر واقفة فين بالظبط. بعد كده عندي الريكتال ثرمومتر، هو زي الاورال بالظبط، بس الفرق في البلب. البلب بتاعت الاورال بتكون يعني طويلة شوية كده، انما هنا بتحس ان هي مدورة شوية، مستودع الزئبق اللي هنا بيكون ايه مدور شوية واصغر من بتاعة الاورال. بعد كده عندي حاجة اسمها تمبانيك ثرمومتر. تمبانيك دي جاية من الغشاء اللي موجود جوه الودن، تمام، اللي هو عند الاير درام، عند طبلة الودن، فده بيستخدم للقياس من الودن. ده بقى الالكترونيك ثرمومتر اللي انا ممكن استخدمه اورال، او ممكن استخدمه ريكتال، او ممكن استخدمه اكزيلاري كمان اللي هو تحت الابط. ده حاجة ايه يعني ديجيتال، مجرد بس ان انا ايه بتك على الزرار اللي قدامنا ده وبيفتح لي الشاشة، وبعدين بحطه تحت الابط لحد ما هو بيديني صفارة لوحده، تمام، وانا بحطه تايم معين برضو، بس هو ما التايم ده بيخلص بيديني صفارة، دي زيادة تأكيد، ساعتها بقوم شايلاه واقرا ايه الحراره اللي عليه. ده بقى الهيت سنسيتيف ستريب ثرمومتر، شريط بقيس بيه الحراره. ده بيستخدم فين؟ على الفور هيد، على اللي هي الجبهه بتاعتنا دي، ده اما بنحطه على الفور هيد بيدي الوان. بعد كده عندي السايتس اوف ميجرينج البودي تمبريتشر، اماكن اللي انا هقيس منها البودي تمبريتشر. الاورال اللي هو عندي الفم بيكون سابلينجوال اندر ذا تانج، يعني ايه تحت اللسان، تمام. كلوز تو الكاروتيد ارتري، معناها ناحيه الكاروتيد ارتري، ان هو ايه توارد ايزر شيك، يعني مايل شويه ناحيه الوجنه، اي وجنه من الاثنين يعني. بعد كده عندي اكزيلاري اللي هي تحت الابط. البالب ان ذا سنتر اوف الاكزيلا، يعني مستودع الزئبق ده بيكون في مركز الاكزيلا، في مركز الابط، الحفره اللي هي موجوده تحت الابط دي اسمها نوتش. اللور ارم بوزيشن اكروس ذا شيست، وبعد ما بحط الثرمومتر بجيب اللور ارم بتاعتي واحطها فوق الصدر كده، علشان ايه تعمل لي تثبت الثرمومتر في البليز.
بعد كده عندي ريكتال. ريكتال يعني خلال فتحة الشرج. سايد لينج ويز ابر ليك فليكسد، يعني بيكون البيشنت ده نايم على جنبه، ويفضل يكون جنبه الشمال عشان احافظ على اناتوميك بوزيشن اوف ايه الريكتم. الليج اللي تحت بتكون اكستندد، واللي فوق بتكون فليكسد. وبعمل لوبريكيت، بستخدم اللي هو ملين، بعمل بيه لوبريكيت للبلب اللي هو مصدع الزبق، حوالي ايه من 1 لـ1.5 انش ايه في الأضل. الانش بيساوي 2.5 سنتي، تمام، ونص انش فين في الانفانت لو هو طفل يعني. بعد كده عندي حاجة اسمها الاير كلوز تو الهايبوثالامس سنسيتيف تو الكورتوم بريتشر واللي تشينجز في بولبنا اند اب اند باك. طبعا عندي بيكون ايه كلوز تو الهايبوثالامس، دي يعني معناها عند الفور بيبقى قريب منين من المخ عندي، لما انا بدخله في الودن كده بيبقى قريب جدا منين من المخ اللي هو مركز المخ، تمام. طبعا بيعرفني ايه درجة حرارة الجسم الداخلية. بسحب ايه بقى البناء اللي هو الصوام بتاع الودن اب اند باك، تمام. بعد كده عندي التايم اوف البليسمنت اوف الثرمومتر، الوقت اللي انا بحطه في كل مكان عشان اخد اكيوريت ايه تمبريتشر. في الاورال بسيبه حوالي 5 مينتس، في الاكزيلاري بسيبه لا في الاورال بسيبه حوالي 3 مينتس. في الاورال بنسيبه حوالي 3 مينتس ومش بزود او انقص اي حاجه. في الاكزيلاري بسيبه 5 مينتس وبزود نص درجة، تمام. وفي الريكتال بسيبه جاست 1 مينت وبقلل نص درجة، وفي الاير بسيبه من 2 لـ3 ثواني. بعد كده عندي البريكوشنز فور ميجرينج البول تمبريتشر، احتياطات انا لازم اعملها قبل ما اقيس درجة الحرارة من الاماكن المعروف في القياس منها. في الاورال يعني مثلا نو هوت اور كولد drinks or smoking 20 minutes prior to temperature، يعني الشخص ده ما يكونش واخد اي مشروبات او مأكولات ايه ساخنة او باردة جدا، او مدخن حوالي 20 دقيقة قبل ايه ما يقيس درجة الحرارة. لازم يكون awake and alert، واعي، مش مثلا اجيب شخص كوماتوز مش واعي خالص ويقيس له oral temperature. طبعا انا بعمل الاحتياطات دي عندي ليه؟ عشان هتغير لي في قياسات درجة الحرارة. مثلا لو واحد شارب حاجة سخنة جدا هحط الترمومتر في الأورال هيطلع لي قراية عالية. not for the small children، ما بقيسش بيه للأطفال. ليه؟ لأن هما ممكن يعضوا على الترمومتر ويكسروه، اللي هي ايه bite down. not appropriate for use with the mouth pressing client، يعني شخص محطوط له اكسجين سراب، يعني انا حاطه له ماسك تمام مغطي النوز والماوس، فازاي ان انا احط الثرمومتر؟ ممكن انا لو شلت الماسك الشخص ده بيتعب بدون الاكسجين، فاشيل الماسك واعرضه لمخاطر، لا، فما بقيسش له عن طريق الاورال. not appropriate for the client with the oral inflammation، الاشخاص اللي عندهم التهابات في الفم، عندهم سورز، تقرحات في الفم، دول مش بيستحملوا ان انا احط اي حاجة اصلا في الماوس. بعد كده عندي الاكزيلاري، طبعا هو بيكون جود فور التشيلدرن عشان ايه هو مش بحطه في بقهم مش هيكسروه، وبيكونوا هم قاعدين وانا متحكمة فيهم، تمام. بستخدمه في الريكفري روم. ريكفري روم يعني مثلا شخص عامل عملية، تمام، هو طبعا واخد بنج، فاللي واخد بنج ده لسه بيفوق معايا، هحط له ازاي ومش الارت معايا مش واعي معايا قوي، هحط له ازاي الترمومتر ده عندي في بقه، تمام، مش هينفع. ممكن يكون عامل عملية تمنعني ان انا اجيبه على ايه جنبه عشان اقيسله عن طريق مين الريكتال، فبالتالي بستخدم فين عن طريق مين عن طريق الاكزيلاري. التايم كونسامشن طبعا قلنا ايه انها بتختلف على حسب ايه الوقت اللي انا بقيس درجة الحرارة فيه، يعني الصبح عن طريق اخر النهار. طبعا مثلا بنكون ساعة الظهر عاملين مجهود كتير جدا، فتلاقي ناس كتير عرقانة عندها الجزء بتاع الاجزيلا ده سخن جدا، فتلاقي درجة الحرارة مختلفة شوية غير عن طريق الصبح بنكون ايه بردانين، ده لو في الشتاء طبعا.
عندي الريكتال. الريكتال طبعا عندي بتكون ايه، يعني افضل لمين؟ للناس اللي هم unconscious مش واعيين وديسورينتد، تمام. وطبعا بحط في السادلينج بوزيشن على جنب واحد، والليج اللي تحت يكون اكستندد واللي فوق فليكسن. وبعد كده عندي بيكون اهي زي ما قلنا appropriate for الكوماتوز بيشنت with الماوس بريسنج، والناس اللي بتاخد ماوس بريسنج، والناس اللي عندهم اورال انتيوبيشن، الناس اللي مثلا بتكون على جهاز تنفس صناعي حاطين لهم تيوب عن طريق الاورال، فمش هنعرف نقيس فيها. وكونترا انديكيشن ويز ايه، بتجنب قياسها من المكان ده في الاشخاص اللي عندهم جراحات فين في الريكتوم، زي الناس اللي عندهم هيمرويدز اللي هي او بايلس اللي هي البواسير، او عندهم انال فيشر شرجي. الاير طبعا عندي دي حاجة سريعة جدا معايا، لانه ليه بياخد من 2 لـ3 ثواني فقط، ايزي ان انا اصلا يدوبك بس بمسك الجهاز كده في من بدخله عندي الاير درام حوالي 2 لـ3 ثواني. نون انفيزيف ان انا مش بخش جوه الجسم بيها زي بتاعة الريكتوم مثلا. والاوتيتس ميديا طبعا لو حد عنده التهابات فين في الاذن الوسطى، ده بيأثر لي على قراية درجة الحرارة. عندي بعد كده حاجة اسمها الريسبيريشن اللي هو معدل التنفس. هنعرف في ايه؟ هنعرف الديفينيشن تعريفه، فاكتورز افكتنج الريسبيريشن والاسسمنت اوف الريسبيريشن. الحاجة الديفينيشن is the number of breaths for 1 minute by counting how many times the chest rise. بشوف كام مرة الشخص بيتنفس في الدقيقة الواحدة عن طريق ايه، ارتفاع الصدر بتاعه. كل عندي حاجة اسمها انهاليشن واكسهاليشن. انهاليشن يعني بياخد نفس لجوه، اكسهاليشن يعني بيخرج النفس. دي كلها تعتبر بريس واحد او سايكل واحدة. بشوف لما الشيست بيحصل له رايز دي معناها في انهاليشن، لما بيحصل له فول بيرجع لجوه شوية كده دي معناها اكسهاليشن، ان هو بيخرج النفس. العوامل اللي بتأثر عليها، لو مثلا شخص عنده فيفر سخن بتلاقيه عمال ينهج فمعدل التنفس زايد. في إلنس، الناس اللي عندها مثلا ايه مشاكل في اللنج، عندهم ربو شعبي، اي مشاكل دي بتأثر على معدلات التنفس. الأذر ميديكال كونديشن، عندهم مشاكل في الرئة، عندهم مثلا يعني اي مشاكل في القلب ممكن تكون مرتبطة بمشاكل في التنفس، فالأمراض بترتبط ببعضها، دي بتأثر عليه. بعدين الاسسمنت بتاعه، انا بشوف عندي اول حاجة الريت بتاعه، النورمال رينج بتاعه من كام، 12 ل 20 بريس بير مينت. لو هو عندي ابنورمال انكريز، لو هو زاد عن المعدل الطبيعي بيبقى تاكيبنيا، لو قل عن المعدل الطبيعي بيبقى برادبنيا، لو حصل ابسنس اوف البريسنج يعني مفيش تنفس خالص دي اسمها ابنيا. طبعا عندي في مراجع تانية بتقول ان المعدل من 12 ل 24، بس احنا نلتزم بالكلام اللي عندنا دلوقتي، تمام. الديبس اللي هو العمق بتاعه، طبعا عندي النورمال بتاع ان هو بيكون ديب، النفس بتاعي بيكون ديب، انا باخد نفس لحد ما الشيست بتاعي كله ايه يعلى، فده معناه ان هو ديب ويحصل موفمنت ايه للشيست بتاعي. لو هو بقى شالو يعني سريع سطحي بيكون ايه رايز اند فول اوف ذا شيست از مينيمال، يعني تلاقي الشيست ايه بيرتفع وينخفض حاجه بسيطه جدا. شورتنس اوف البريس شالو اند رابيد، لو عندي بقى ايه قصر في التنفس، يعني ايه تلاقي عمال ينهك كده، فتلاقي التنفس ايه شالو سريع وسطحي. الريزم بعد كده بشوف عندي الريزم ده الانتظام بتاعه، هل هو ريجولار اور ريجولار انهاليشن واكسهاليشن. ممكن ناس تاخد وان بريس كويس جدا وبعدها شويه تنهج وبعدها ترجع كويسه تاني. شكرا.